لما نتكلم على التعليم العالي فأسس الثورة الجزائرية والحركة الوطنية للتحرير من الاستعمار الفرنسي الغاشم كانت بدايته التعليم على يد شيخنا وإمامنا الشيخ عبد الحميد بن بديس طيب الله ثراه، وكانت تلك هي بداية الحركة الوطنية لضفر الاستعمار خارج وطننا. بالطبع الجهل أداة من أدوات الاستعمار، فلقد تفنن الاستعمار الفرنسي في زرع الجهل في صفوف الجزائريين والجزائريات. ولما استرجعت الجزائر سيادتها واستقلالها كان آنذاك عدد الجزائريين الأميين الذين لا يحسنون لا الكتابة ولا القراءة كان عددهم 90% من المواطنين، وأخذت القيادة آنذاك من حرروا البلاد على أساس أن الحرية الحقيقية هي التعليم، وانطلقت الجزائر في برامج قوية جدا في إطار تعليم أبناء وبنات الجزائر.